السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كيديليس. اقتراح ديال اليوم عبارة على لي باغيت، طريقة سهلة وبسيطة وبمقادير متوفرة في كل منزل. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لهذه الوصفة غادي نحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الفرص او لا الدقيق الابيض، 100 غرام ديال الدقيق القمح، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، و 15 غرام ديال الخميرة الفورية، 10 سنتيلتر ديال الماء يكون دافئ، وكذلك الماء الدافئ للعجن. اول حاجة غادي نبدا بها، غادي ناخذ ان تي بول وغندير فيه هاد 15 غرام ديال الخميرة الفورية مع معلقة كبيرة ديال سنيدة ولا سكر حبيبات، وغادي نزيد عليهم هاد 10 سنتيلتر ديال الماء ونخلي هاد الخليط يتفاعل مع بعضياته. وغادي ناخذ ان اوتر بول وغادا نغربل فيه هاد النوعين من الدقيق اللي عندي، الدقيق الابيض والدقيق الاصفر ولا دقيق القمح. نغربلهم مزيان، وخافيت لي مغربلاهم ماشي مشكل الا عودناهم. وغادي نخلطوا هاد النواشف مع الملحه، معلقه صغيره، وغادي نزيدوا الخليط ديال الخميره الفوريه مع السنيده والماء، وغادي نجمعوا برؤوس اصابع وغادي نبداو نعجنوا العجينه ديالتنا عادي بالماء. وحنا كندلكو مره كنزيدوا الماء وكنحاولوا ندخلوه في هذه العجينه ديالتنا بهذا الشكل هذا. حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي متماسكه بهذا الشكل، وغادي نغطيو عليها ونخليوها ترتاح مده ساعه ونعاودوا نتلاقاو. من بعد ما دازت ساعه المكانه، غادي ناخذوا العجينه ديالتنا وغادي نخرجوا منها هذا الهواء اللي فيها، وغادي نرجعوها في واحد الريسيبيون اللي درنا فيه قليل من الزيت النباتيه، ونخليوها ترتاح مده 30 دقيقه ونعاودوا نتلاقاو. ثلاثين دقيقة هي دازت، العجينة ديالتنا هي واجدة. غادي نديكازيوها وغادي نحاولو نعملو ثلاثة ديال الكويرات يكونوا نفس القياس بهذا الشكل هذا، ونخليوهم مدة ديال جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق لو مومون فاش نوجدو حنا الطاوة ديالتنا وفاش نشعلو الفران باش يسخن. غادي ناخدو الكرة الأولى وغنديرو فورم دو بودا بهذا الشكل هذا عادي، وغادي نحطوها فوق الطاوة ونستمروا بنفس العملية. وفي هذا الأثناء الفران ديالنا راه كيسخن على درجة حرارة 220، غير يسخن غادي نقصوه وغادي نديروه على 200 وندخلو هاد لي بودا. وقبل ما ندخلوهم غادي نشرطوهم ولا نديرو خطوط ب اغازوار اللي نكونو كنستعملوها غير في المطبخ بهذا الشكل هذا، وهذا الشيء كيبقى اختياري. وغادي نرشو هاد لي باغيت ديالنا بالماء فيه القليل من الملح وندخلوهم الفران، يقبطوا شويه فراسهم يعودوا بهذا الشكل، ونعاودوا نخرجوهم ونرشوهم كذلك عاوتاني بالماء اللي فيه الملحه باش يجي محمر بهذا الشكل هذا. ها هما طابو، غادي نقطعوه ونشوفوا كي كيجي من الداخل، كيجي رائع وزوين بزاف بزاف. هذا كتغيير، حاولوا نغيروا شويه من الخبز اللي باغيت. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كنتمنى الفكرة ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. بارطاجي مي فيديو مع العائلة ومع الاصدقاء، ولا كنتو اول مرة كتشوفوا قناة كيديليس عملوا الاشتراك، تضغطوا على الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى اللقاء كيديليس.